في يوم بعد الأجازة الأسبوعية رجع التلاميذ المدرسة. وقفت المدرسة سألتهم عملتوا إيه في الأجازة؟ سألت الأولاد الصغيرين، فوقف كل ولد وكل بنت قالوا بعض اللي عملوه في يوم الأجازة السابق يعني. ففي طفل صغير وقف قال أنا رحت امبارح ويا بابا عشان اصطاد سمك. فالمدرسة قالت له برافو، اصطدتوا سمك كتير؟ كنت فرحان؟ قال لها لا ما كنتش فرحان بصيد السمك. فالمدرسة اتخذت كده وقالت له ما كنت فرحان ايه؟ بإيه؟ قال لها أنا كنت فرحان علشان كنت ماسك في إيد بابا. القصة الصغيرة ده هي بتبين الرباط القوي بين الأب وبين ابنه، وإزاي إن يكون تأثير أكتر من الهواية اللي بتعمل أو الفعل اللي بيتعمل، الإحساس الداخلي.